أي مرحبا بكم الكل أبنائي التلاميذ وزملائي الأساتذة. اللي ما عندوش لينونسي دونك بالطبيعة باش يلقى في الديسكريبسيون نوتة تحت الفيديو أن ليان دون كوبي بي دي إف دو سو دوفوار. إيكالمون باش نشوفوا الكوريكسيون أنسومبل أفيك أن باريم كو جي شوازي مع تفاصيل باش نتحدث فيها على الكوريكسيون في ليكزامان دو باك. يعني باش نتعاملوا معاه هذا كوميتون أن سوجي دو باك وكيفاش توقع النوتاسيون، يعني كيفاش يوقع تقسيم النوت على مراحل الإجابة على السؤال. ننطلقوا دونك سون بيردر دو تون. تمرين في جزء كبير منه ليكتور جرافيك، دونك أعطاني لي دوني، عامكم لي دوني ويلزمكم تقراوهم بالكدا. طلب مني دونك نحسب اف دو موان زان، فواسي دونك لو بوان دابسيس موان زان، هي النقطة هذيا. لابسيس تيكال موان زان، دونك لار دوني تيكال 1، هذاك علاش اف دو موان زان تيكال 1. اونسويت ليماج دو هذا هي هنا الان. دونك شوف منين باش نقرا ليماج دو ان، من اللوطه من هنا ولا من فوق؟ هنا ردوا بالكم، راهو الان ما عندهاش جوز ايماج، عندها ايماج واحده. ليماج نتاعها كما تلاحظوا الفرق لهنا، عندي ان ارك دو سيركل وهنا نقطه مليانه. لا او اليا لو بوان من النقطه المليانه غادي تلقى ليماج. دونك ليماج دو ان باش تقراها من اللوطه من هنا هي موان 0.5 اي سوني با 1.5. دونك فواسي لا بون ريبونس. اونسويت لا ليميت ا دروات يا غوش دو ان، ا دروات دو ا يا غوش دو ا، يعني ماكش باش تاخذ اكس ايكال 1، راه رد بالك كيقولوا ليميت كونت اكس تنفر 1، معناتها اكس فوازان دو 1 مي اني با 1، اكس قريب للان لكنه مش 1. كيقول لي اكس ا غوش دو ا يعني اكس اقل شويه من الان، يعني تقريبا لهنا. بالتالي باش تشوفوا وقت اللي اكس تكون بروش دو 1 سون ايماج باش تكون بروش دو موان 0.5. لا فوالا. اي اونفا بور اكس بروش دو 1 ا دروات، يعني لهنا في الجهه هذه، هاك قريبه للان لكنها اكبر شويه من الان. دونك ليماج نتاعها ماهيش باش تكون على اليسار، تكون على اليمين. دونك باش نقراها في الزون هذايا من الكورب، بالتالي باش تبروش دو 1.5. كي ناخذ اكس بروش دو 1 ا دروات، سون ايماج باش نلقاها بروش دو 1.5، هذاك المعنى نتاع الليميت. ليميت راهي بروش دو، مش ايغال اكزاكتومون، سي بروش دو. يعني كي تبدا اكس بروش دو 1 ا دروات، اف دو اكس باش تكون بروش دو 1.5. فوالا. دونك كل واحدة منهم باش تكون على 0.25. كيستيون بي مانتنون. قال لي اف تيل كونتينيو سور لانترفال فيرمي موان زان. نذكر هنا بالراجل اون فونكسيون يديت كونتينيو سور ان انترفال فيرمي اذا تحققت ثلاثه شروط. اولا تكون كونتينيو سور لوفيرابي، ثانيا تكون كونتينيو ا دروات ان ا، ثالثا تكون كونتينيو ا غوش اون بي. وهذا اللي باش نثبتوا فيه لهنا. اولا الفونكسيون كونتينيو سور لوفير موان زان ا، على خاطر في الانترفال ما بين موان زان ان يا اوكان بوان دو ريبتور في الكور. ثانيا اف الفونكسيون كونتينيو ا دروات او موان زان، هاي دونك في ا دروات او موان زان مربوط، النقطة هذه مربوطة مع البارتي اليمين نتاعها بالنسبة للكور. اونسويت اف اللي كونتينيو ا غوش اون ا، دونك كي ناخذ لو بوان دابسيس ان دو لا كورب مربوطة مع الجهة اليسار من الكورب. دونك اذا مادام تحققوا ثلاثة شروط، دونك اف اللي كونتينيو سور لانترفال موان زان ان. بون في وضعية كيف هذايا يكفي تقول وي اف كونتينيو سور موان زان ان، خاطر المسألة ايفيدونت graphiquement il est évident. Donc pour avoir 0.25 يعني حتى لو كان ما حطيتش تاع تفاصيل التعليل on peut l'accepter. لكن في الثاني نو، لكن في الثاني faut faire attention. في الثاني اللي هو الانترفال 1 plus l'infini، في الانترفال فيرمي 1 plus l'infini ثم دو كونديسيون pour qu'elle soit continue. اولا تكون continue في l'ouvert 1 plus l'infini، يعني في l'ouvert 1 plus l'infini يعني البارتي هذه من الكور كما تراهم فما حتى point de rupture. Donc oui f continue sur l'ouvert 1 plus infini. الشرط الثاني يلزم الاف تكون continue à droite en A، يعني البوان دابسيس A من الكورب اللي هي هذه يلزم تكون مربوطه مع الجهه اليمين من الكورب. اي سو ني با لو كا، اف اي discontinue à droite en A، دونك اف ني با continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. فوالا، هذا دونك كما قلنا على 0.5 بوان. تعديل الكيستيون سي، دون سيت كيستيون طلب منا de déterminer la limite de f de x au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, il y a une zone. Donc, là, on chauffe la nature de la branche infinie pour déterminer cette limite. Kimatrao, il s'agit d'une branche parabolique de direction J. Donc, la limite de f de x au voisinage de moins l'infini, c'est obligatoirement moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses, yani la droite d'équation y égale à 0. Donc la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est 0. Je n'ai qu'à mettre à 0 plus. Donc, je ne suis pas à 0 plus, mais je n'ai pas à 0 plus, mais je n'ai pas à 0 plus.
السؤال اللي بعده طلب مني لا ليميت دو 1 سور اف دو اكس او فوازيناج دو بلس انفيني. بويسك اف دو اكس تان فير 0 بلس او فوازيناج بلس انفيني، دونك سون انفيرس تان فير بلس انفيني، لورسكو اكس تان فير بلس انفيني. فوالا، هذا دونك 0.25 على كل ليميت من هذوما. في حين لي دو ليميت اللي باش يكونوا بعد، اون فا لي ديتيرميني اون يوتيليزون لو تيرام دو لا ليميت دون فونكسيون كومبوزي. هنا دونك طلب مني لا ليميت دو اف دو اكس كاري بلس اكس كونت اكس تان فير مو لانفيني. هنا كيما تراو ليميت دوموندي من نوع اف دو جي دو اكس، جي دو اكس هي اكس كاري بلس اكس. دونك ديما نعرف في الحاله هذيا جو كومونس بار كالكولي لا ليميت دو اكس كاري بلس اكس او فوازيناج مو لانفيني. فوالا فواسي دونك لا ليميت دو اكس كاري بلس اكس او فوازيناج مو لانفيني تعطينا بلس لانفيني كومي تان ان بولينوم. انسويت جو كالكول لا ليميت دو اف دو اكس او فوازيناج دو بلس لانفيني. ليميت اللي لقيتها لهنا هي اللي باش نحسب فيها لا ليميت دو اف دو اكس، اي اون سي كو لا ليميت دو اف دو اكس او فوازيناج بلس انفيني سي زيرو. دونك فينالمون لا ليميت دو اف دو اكس كاري بلس اكس او فوازيناج دو مول انفيني ايغال زيرو. كيما تراو دونك على 0.5 0.25 على الريبونس في حد ذاتها و 0.25 على جوستيفيكاسيون اللي هي هذي. انفان دونك لا ليميت دو اف اكس بلس 1 سور اكس موانز 1 او فوازيناج بلس انفيني. دونك اول حاجة نمشي نحسب لا ليميت دو اكس بلس 1 سور اكس موانز 1 او فوازيناج بلس انفيني. لو فوسي نعرفو لا ليميت دون فونكسيون راسيونال او فوازيناج دو لانفيني، ناخذ البلو دوغري على البلو دوغري يعني اكس سور اكس سيتادير 1. هنا لاحظوا حطيت 1 بلس، علاش؟ خاطر اون فوا كو جابليك لو تيوريم دو لا ليميت دون فونكسيون كومبوزي باش نلقى كيل ساجي دو لا ليميت دو اف دو اكس كونت اكس تان فير 1. لكن المشكلة كون الفونكسيون الي ديسكونتينو ان 1 والليميت ا غوش دو 1 اي ديفيرون دو لا ليميت ا دروات دو 1. دونك يفو سافوار اكس تان فير 1 بلس لهنا ولا 1 موا سا ديفير. ثم البعض ربما يخمم يقول مادام الاف دو اكس نا با دو ليميت ان 1 دونك دو اف دو اكس بلس 1 سور اكس موانز 1 فوازيناج بلس انفيني نا با دو ليميت. نو هنا ردوا بالنا كار لا ليميت دو اكس بلس 1 سور اكس موانز 1 كونت اكس تان فير بلس انفيني راهي باش تكون يا اما 1 بلس ولا 1 موا. في الحاله هذه هي 1 بلس كار x plus 1 est supérieur à x moins 1 lorsque x se proche de plus l'infini. خاطر numérateur اكبر من dénominateur lorsque x est voisin de plus l'infini. Donc il s'agit de la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. اللي ديجا حسبناها ولقيناها 1.5 la voici. Donc la limite de f de x plus 1 sur x moins 1 au voisinage de plus l'infini هي 1.5. Voilà, donc nous avons la question D. دونك في الكيستيون دي طلب منا باش نحسبوا لي زيماج دي زانترفال. هنا دونك عطيت 3 كا ديفيرون هاكم باش تلاحظوهم تو. في الكا الاولاني بالنسبه للانترفال موانز 1 كيما تلاحظوا اون اون فونكسيون كونتينو اي مونوتون، في حين في الانترفال موال انفيني 1 اللي هو الانترفال هذايا دونك الفونكسيون كونتينو داكور لكن ماهيش مونوتون. دونك باش نخدموها باسلوب مختلف على اللي باش نخدموا بيه ليماج دو الانترفال موانز 1. اي انفان في الانترفال 1 بلس لانفيني الثالث لا فونكسيون اللي ني با كونتينيو ا دروات ان 1 دونك ان ني با كونتينيو سور لانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني. شوفوا كل واحد منهم كيفاش نخدموا. نبداو بالكا الاولاني لا ولا فونكسيون اللي كونتينيو اللي مونوتون سي تري سامبل دو تروفي ليماج دو نامبورت كال انترفال. دونك بويسك لي دي كرواسون دونك دي ليماج دو لانترفال موانز 1 كيما تراو سي لانترفال فيرمي بورني اف دو 1 اف دو موانز 1. يل سوفي دو كالكولي اف دو 1 et f de moins 1, on n'a pas le résultat, c'est l'intervalle fermé, borné, moins 0,5, 1. Donc, l'intervalle ثاني, اللي هو كما قلنا tout à l'heure, l'intervalle moins l'infini, 1 fermé. L'intervalle هذا, la fonction, صحيح, elle est continue, لكن elle n'est pas monotone. Dans le cas où la fonction n'est pas monotone, l'image d'un intervalle, mais n'achbouche les images des extrémités qui m'amènent tout à l'heure. Non. Donc, في الحالة هذيا ناخذ المين والماكس دو لا فونكسيون سور سات انترفال. سور لانترفال موال انفيني 1 لا فونكسيون ني با مينوري دونك توصل حتى لموال انفيني، وذاك علاش دونك ليماج دو لانترفال موال انفيني 1 باش يبدا من موال انفيني لكن عندها ماكسيموم اللي هو 1 ايلي اتا ليماج دو موان زان تيكال 1 يعني من جهة الان باش يكون فيرمي. هذاك علاه ليماج دو لانترفال موال انفيني 1 سي لانترفال موال انفيني. اونفان بالنسبه للانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني كما قلنا عندنا مشكله في الان خاطر لا فونكسيون ني با كونتينيو ا دروات دو 1، في حين في الانترفال اوفير 1 بلس لانفيني الي كونتينيو. هذاك علاش باش ناخذ ليماج دو 1 وحده وليماج دو الانترفال اوفير 1 بلس لانفيني وحده. في الانترفال اوفير 1 بلس لانفيني لا فونكسيون كيما تراوها ولا هنا
اللي كونتينيو اللي ديكرواسون دونك ما ثم حتى مشكل باش نحسبوا ليماج دو لانترفال اوفير 1 بلس انفيني دونك سي لا ليميت دو اف دو اكس فوازيناج بلس انفيني يعني 0 اوفير اي لا ليميت دو اف دو اكس كونت اكس تون فير 1 ا دروات يعني 1.5 اوفير يعني ليماج دو لانترفال اوفير 1 بلس الانفيني كما كاتبوا لهنا هو لانترفال اوفير 0 1.5 بقى ليماج دو ا خاطر ا موجود في لونسومبل دو ديبار دونك سون ليماج doit être dans l'ensemble d'arrivée. Alors, l'ensemble d'arrivée, ce sera la réunion. L'image de 1, union, l'image de l'intervalle 1 plus infini. Yani, le singleton moins 0.5, union, l'intervalle ouvert, 0, 1.5. Deuxièmement, maintenant, tenez donc la fonction g définie sur r par g de x égale 4x carré moins 4x moins 1. Club menée de justifier la continuité de la fonction g dans f sur l'intervalle fermé moins 1. بالطبيعة كي تبدا عندي كومبوزي دو دو فونكسيون سو كومبوزي اللي كونتينيو سور ان انترفال اي لورسكو اف تكون كونتينيو سور الانترفال اي اللي هو لهنا موانز ان اي جي دوات اتر كونتينيو سور ليماج دو الانترفال اي يعني ليماج دو الانترفال موانز ان دونك جو كومونس اون اف كونتينيو سور الانترفال موانز ان اون فيريفي سولا بريسيدامون انسويت جو دوا كونيتر ليماج دو الانترفال موانز ان وديجا طلعناه توتالور هاو لهنا ولقيناه موان 0.5.1 اي جي كوميتون ان بولينوم الي كونتينيو سور لانترفال موان 0.5.1 دونك لي دو كونديسيون سون فيريفي بار كونسيكونس لا فونكسيون جي دون اف الي كونتينيو سور لانترفال فيرمي موان 1.1 بوتي بي مانتنون طلب مني في الكيستيون بوتي بي دو مونتري كو ليكواسيون جي دون اف دو اكس تيغال 0 ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال فيرمي موان 1 Bah, c'est clair qu'on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, mais qu'on va l'appliquer sur la fonction g dans f. L'équation proposée est g dans f de x égale à 0. Une seule solution, au moins une solution. Lorsqu'on veut vérifier l'existence d'au moins une solution, il suffit de vérifier la continuité de la fonction sur l'intervalle proposé et les images des bornes doivent être l'un inférieur à 0, l'autre supérieur à 0. Donc, deux conditions barres. في حين نذكر لهنا كان جا السؤال مونتري كي لادمي اون سول سوليسيون دون لانترفال موان 1 il faut ajouter une troisième condition si la monotonité de la fonction sur l'intervalle proposé bon ثبتوا دونك توا في لي دو كونديسيون on a déjà vérifié que g dans f il est contenu sur l'intervalle fermé موان 1 ensuite je vais calculer g dans f de موان 1 يعني g de f de موان 1 tout à l'heure حسبنا f de موان 1 ولقيناها 1 Donc il s'agit de g de 1 ou g de 1 هي بالطبيعة لهنا نحسبوها 4 fois 1 moins 4 fois 1 moins 1 يعني 4 moins 4 moins 1 égale à moins 1 qui est inférieur à 0. Ensuite je vais calculer g dans f de 1 يعني g dans f de 1 هي g de f de 1 f de 1 au tout à l'heure كي حسبناها لقيناها moins 0.5 ولات لي دونك g de moins 0.5 g de moins 0.5 يعني 4 fois moins 0.5 au carré moins 4 fois moins 0.5, le tout moins 1, résultat il y a 2, et c'est supérieur à 0. Faut terminer par lui montrer que l'équation admet au moins une solution. Donc les deux conditions dont ma kéfine. Quand j'ai le de démontrer qu'elle admet une seule, donc ça m'a charte, la monotonité, ils m'ont fait que est monotone sur l'intervalle proposé. Bon, là j'ai le terminer de terminer. Bah, ma fait que les deux conditions, on va dire, que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g dans f de x est égal à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 1. Hena, la question est à la 0.5. Quelles conditions dans ça, tu seras à la 0.25. Chez nous, les conditions. Ma t'occorche continuité, tu seras 0.25. Ou ma t'occorche une des manades de ma zone, tu seras 0.25. Donc, pour que tu aies une égypte comme là, il faut que tu t'occorches les deux conditions ou tu as une conclusion. Hena, nous, à la chose. راهو يساجي دون ايكواسيون ما نقول جي ران اف ادمي او موان اون سوليسيون راه برشا في التلامذه كي يجي يعطي الكونكلوزيون يكتب جي ران اف ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال موان زان ان منهم ولتي انا ديما نقول له يا فلان رد بالك ما عادش تحط جي ران اف ادمي ما هي جي ران اف سيت اون اكسبريسيون ماهيش ايكواسيون ليكواسيون لي تيوريم دو فال انترميديير يعطينا نومبر دو سي سوليسيون هي لهنا ليكواسيون هي جي دون اف دو اكس ايكال زيرو ردوا بالكم من الديتاي هذايا راهو نعرف برشا تلامذه ما يحطوش ليكواسيون باش ما يكتبوهاش ليكواسيون بشكل صحيح فوالا دونك هذا بالنسبه للتمرين رقم ثلاثه